الرحمن الرحيم. الآن رانا متواجدين في بلدية الفايجة دائرة الشقر ولاية تيارت. رانا اليوم حطينا الحال عند الأخ اسمه كريم رابح سليم، عند أخونا رابح سليم. رابح سليم هذا ابن منطقة الفايجة، يعني دائما أب عن جد، والله دائما يعني كما يقول لك يعني حاجة تنسي حاجة يا أخي، رانا حاجة تنسي حاجة. خونا رابح يعني باش يحكي لنا القصة تاعو كيفاش راه عايش هنا في الغابة. رانا في وسط الغابة، الغابة تابعة إقليما لبلدية الفايجة. خويا رابح أخي يعني احكي لي يعني كيفاش قصتك أنت يعني هنا وش تخدم؟ ماني خدام، رانا راني نبيع الحلفة، نبيع البلوط، نبيع كل شيء، والغاز ما عنديش، راني نقضي بالحلفة والحطب. تا قاسم شوية هذي جابوها كاع القدر الجزائر كامل، فوتوها عليا أنا، فوتوها عليا والله، يوم ما يوم نستفاد منهم ما ناكلش، والناس راهي معاونتني برك. صح اليوم يعني اليوم شفناك يعني هوت عند التاجر اللي يبيع بلوط اللي يشري الاعشاب، يعني الاعشاب هذاك راني يديه الصباح شويه، وجبت منه الخبز، جبت منه الحليب، جبت منه شويه شويه وجيت، ما عنديش قلب والله ما عندي. خاوتي صراحه الاسم الكريم قلت لي سليم رابح، خاوتنا خونا رابح اليوم الصباح يعني راح لمد شويه بلوط، يعني لما تقد بيدو تاع بلوط ويهودو تحت يعني يسترزق منه يبيعو، اللي راه يشري الاعشاب هنا في بلدة الفايجة، يعني يشري تخط كسموها يعني العشبه هذه البلوط يسموه زيد ولا عشبه كمان، كاينه تيقيقه، كاينه الحلفه، كاينه يعني كاين الدباق نبيعوه ثاني نعبروا عليهم نبيعوه. المهم واه شوف يعني المعاناه اللي راهم يعانوها، ولكن يعني هو دائما يقول لك الحمد لله، معليش يعني خدام الرجال سيدهم، يعني هذا راه يخدم ويسترزق بالحلال، يبيع البلوط يعني في 2025 يبيعوا البلوط. يعني خويا رابح يعني اخي ما دفعتش ملف سكن ولا دافع؟ راه عندي ثلاث سنين ملي درت السكن، النهار اللي تخرج السكنه يقلعوني هنا ويديروا صحابة الصوردة. صح يعني دائما عندك يعني ملف سكن في مده معينه، يعني ثلاث سنين تبدا الملف تاع السكن. يعني يعني صح يعني مثل كما بطاقة تاع شيفا ولا يعني مالو؟ ما عنديش، عندي المرأة راها مريضة، قلت لك راه مخاوتها برك رابدينها، الدوسي تاعها راه هنا يسمع فيك، راه يسمع فيك، وراه مقي خاوتها رابدينها في الأمراض هذي. أنا ما بيديش، ما عنديش. دائما رانا نوجهوا رسالة للسيد مدير التضامن، يعني مدير تاع لاداس، والله يعني راهي واحد المأساة راهي هنا في بلدية الفايجة، يعني ما نقولوش يعني نقولوا في المكتب نتاع الشؤون الاجتماعيه ماذا بيك، يعني كاين الناس اللي راهي تدفع دفعه ملفات، كاين واحد الامورات، كاين واحد الصعوبات يعني في الملفات. حنا يعني نشوفوا بلي خونا رابح يعني الزوجه تاعو مريضه، يحتاج يعني مساعده يعني تاع امراض المزمنه، هي هذه المساعده يعني منها يقدم منها يعني ربما يعني بطاقة شيفا يجي منها الدواء. زيد احكي لنا سيري. والو ما عنديش، ما عندي لا بطال ولا وقت شفاء، ما عنديش كاع. القفة تاع رمضان هذه، القفة تاع رمضان هذه، القفة تاع رمضان هذه، يجردوني بصح النهار اللي يخرجوها يقلعوني. يعني سبحان الله يقلعونا. يعني حتى اللي يعني شوف يعني قفة رمضان، قفة رمضان هي يعني ليه هو، يعني انا متأكد سيري ربع بلي ما ديش رمضان هذا المرة في المليون. ما يعطونيش، يقول لك توجد قاعد يدوب. بصح علاش يعني ما عطاوها لكش؟ ما وصلتنيش انا، ما فيديش عندهم يعني دافع ميل بعد داير كل هاج. شوف يعني ما حتى يعني قفة رمضان يقول لك يعني ربما كاين واحد الخلاف راه هنا ولا ما نقولوش يعني ما عرفناش علاش. هذو هما الناس اللي نسلطوا عليهم الاضواء، هذا الناس اللي راهي يعني لا حول ولا قوة، عنده يعني زوج، معليش يا ربع معليش، من ارواح ارواح ولدي ارواح. احنا رانا نشوفوا يعني قلت الخلافات هذيك تركوها بجانب، هذو ناس عنده وليدات، عنده زوج ولاد طفله، راني لقيناها دروك يعني كانت تلمد معاه في البلوط، عنده داب يعني كيما نقولوا لا راه ميت، راه وين يسمع فيك حشاك والله غير ميت. داب قال لك الداب مات لي والله يعني غير ميت، درك تشوفه ميت، راني نحول 6 كيلو نجيب الماء انا على ظهري، ما نعرف غير صحاب الخير برك، صحاب الطريق برك يعاونوني. يعني يكون يعني خبر يعني يكون يعني هكا يعني يعطيك سكن ولا تطلب يعني شك طالب يعني طالب سكن ما هو الحلم تاعك يعني؟ ايه ما عنديش، راني كيما تصبر النوم بات في الماء، ما بات في الماء في كلش، الريح القايله قال لي متحمل كلش. يعني يكون يعطيك قطعه ارض يعني؟ ايه هو كيف هو ما جاتكش الجنه تاع الارض هذه تاع السكن؟ ما جاوني، ما حوسوا عليا مول، ورحت للبلديه، ورحت للبلديه ويعرفوني، وكل ما التزم الامير يعرفني، الكتابه يعرفوني، قاع يعرفوني هذا الناس. انا خرجت من 91 يعرفوني، راني لحد الان في قيطو. يعني زدت هنا خالقه هنا وزايد هنا وكل شيء هنا كاع، ولا غني نعاني ضروه. شتك تحس؟ شتك تحس في الدنيا؟ ما الحمد لله بلي عطاها ربي، رانا محاق راس صابرين،
مادامنا محقرين انا الاود صابرين لا غل الحقره. وإحنا دائما نقولوا يعني مادام كاين مادامنا محقرين صابرين، مادام كاين ولي الولايه اسمه علي بوقرار، مادام كاين امين عام في الولايه، مادام كاين رئيس مجلس الشعبي الولائي، ما تحقرش يا سيدي. لا هذه باش نعطيك معلومه رسميه بس ان شاء الله، يعني ان شاء الله الصوت تاعك ان شاء الله يوصل، لان الغالب يعني وما اخفى اعظم رانا نوصلوا في الصوت تاع الناس. اسمعني، احنا فات علينا البرد، فات علينا الشتاء، فات عليا كل هم. الحطب راه غاز ما عنديش بايا نعمرها، غاز ما عنديش هاني نكتب الحطب. ها الحطب راك تشوي نسخن نور ذراري الحلفة صح. خبر يا سيرام، يعني نبغوك تا انسان صريح. وشحال صورت في البلاط اليوم؟ فيديو تاع البلاط شحال صورت فيه دراهم اليوم؟ صورت فيه 40,000 خاوتنا، راه صور 40. ها هي 40,000 كيف عندنا؟ 40 القهوة راه دير 150 كيف؟ قهوة طلع حتى 150. ماك تقولنا بلي ما كفيهاش العشاء اليوم؟ لا لا مرحبا بكم تعشوا مرحبا بي. الله يحفظك الكرم تاعك. وجه زين، وجه كبير. الله يفتح عليك، تفاني انسان تجري للخير. والله انا شتك 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 في الفيسبوك. الله يفتح عليك، معليش شوف يحفظكم ان شاء الله. شوف احنا تجروا للخير، احنا فاني نبغوا الناس الزواوله، لان احنا فاني بوسطاء، احنا فاني ناس بوسطاء، احنا زدنا بوسطاء ونبغوا هذاك الليل وان شاء الله يعني الصوت. هذا اللي راه عنده 17 عام راه عايب مكرع ويا ذوق حشاك ويقلع شوف بعينك. راه عنده 17 عام جاي في 2007 راه لحد الان اكرع ويا صح. ما تبعثوش ملف عند على رجله، ما تبعثوش ما نقدرش عليك. نوصلوا ميساج يعني تاع الشؤون الاجتماعيه لبلديه الفايجه، ما نذكرش الاسم تاعك. راه عنده الابن تاعو مسكين يعني معوق مكراعو، وعنده 17 عام يعني قبل 17 عام هذه نورمالمون يخلص فيها المنحه. هذه منحه تاع تضامن رئيس الجمهوريه سي تبو، راه داير هذه المنحه التضامنيه. هذه المنحه هذه باش هاد المعوزين، ماشي ما نقولوش معوزين، باش نقولوا هاد البسطاء. انا كلمه المعوزين راه تجيني ثقيله بالبزاف. هاد الناس البسطاء ما عندهم لا حول ولا قوه، يعني هادو عطوا لهم حقهم يعني. ويجيب لك الملف تاعو، عندك شهاده طبيه 100%، اعطي له اعطي له المبلغ المكتوب اللي كتبوا له ربي. هل 700,000 الداوي ما تشريلوش حتى تينيسا؟ اريني راه يدير 700,000. زيدوا يعني الناس دو خاوتنا، الناس اللي راكم ناس اهل الكون في ولايه تيرت. لا راه غير ناس معاونتنا في كلش، في حوالها في صبابيط هاي كثر خير. صحاب الخير برك، صحاب الخير اللي تخاف ربي راه معاونتنا. واه صحاب الخير اللي تخاف ربي. راكم تسمعوا خاوتي، خبرك هذه هي الناس اللي راهي عايشه. متهلين فينا بكلش، ما كلش متهلين فينا صحاب الخير. ولكن شيخ البلديه ما سمعناش تاع المير هذا، يعني ما يصنتناش كاع. هو الوالي شوف فيك، هذه وجه يعني كلمه للسيد الوالي يعني شوف فيك. راه شوف رانا مغبونين فوق الحساب، رانا مغبونين فوق الحساب، مضاره فوق الحساب، رانا مضرورين فوق الحساب. الى خاف رب العالمين اذا ذاك العمر اللي رانا فيه. كاينش الحاجه اللي قلت لك فيه، ما تبكيش كون يعني ما تبكيش. الحمد لله رانا نشوفوا يعني راه كل شيء فايت علينا والعمر رانا قدام الله، الحمد ربي باللي عطاها. ما نلوموش نقولوا رئيس الجمهوريه، ما نلوموش، هو دار المواصلات تاع القدر الجزائر كامل والامور مهنا عندنا مخدوعه. اللي عارفيني كيف داير هما اللي مخدوعه، الحياه مخدوعه هنا. خوتنا في المجلس الشعبي البلدي، يعني خوتنا تاع المجلس الشعبي البلدي لبلديه الفايجه، يعني ماهيش عيب ما ديروا لجنه، كونوا لجنه. رانا ماناش نشوفوا، راهم يوميا يرسلوا لنا اكثر من عمي رابح، اكثر من هذا الشيء راهم يرسلوا لنا، ما قدرناش نوصلوا لهم لانهم راهم في مناطق ما تقدرش توصل لها، لا حتى بكراعك ما تقدرش تروح ليها. يعني هذو يوميا رانا صارت عليهم الاضواء، ماناش نجوا قدكم باللي راهم هما راهم يرسلوا لنا. وكي يرسل لك ويعني وتهضر معاه في الهاتف يعني تحس راهم الرقاد ما يجيكش. رانا نجوا اليوم، رانا جينا اليوم والله مع خونا بالسياره تاعو، والله رانا بالك من 12 وحنا نمشوا. راهم في غابه، راهم عايشين في الغابه، شكون يعيش في الغابه؟ معليش الغابه الحمد لله كان الامن والاستقرار، شكروا يعني الحمد لله راه عندنا الامن، ونشكروا الدرك الوطني، ونشكروا الامن الوطني، نشكروا الجيش، راه كاين الامن والامان، ولكن الناس راهي ضايعه، هذا راه حوش ياكل يعني، راه حوش على الخبز، حوش على السميد، حوش على الفريده. ما عنديش ما عنديش، لا ما عنديش، كون عندي ما عنديش والله الا قلت لك الناس راه تعاون فينا، والمراه مريضه صارحوا مليح. راه بريدنا غير خاوتها وجوارين كثر خيرهم، راك تطيح ولا لا نشري الخبز. شوف تسمعوا خاوتي بلي عندي واحد البنيه، يعني والله شوف بغينا نهضروا معاها واحد البنيه، ولكن يعني ظروفنا علاش يعني الطفله هذه هي تقرا يعني في المدرسه، تقرا عندها 3 سنوات، احتراما يعني للبنت هذه تقرا غدو في المدرسه يقع اشكال ولا ربما ما عليناش نحفظوا بالبنت هذه اللي تقرا في سنه سادسه، ما عندهاش الكرطاب.
ما عندهاش عقلان حتى هو باش تقرا يعني حتى الزوره ما عندهم جاي خيمه هاي نكذب الحلقه والمشكل والمشكله كاين امور راهم يقولوا باللي الناس هذو ماهوش ناس رحل ماهوش بدو رحل هذو ابناء الفايجه ابناء المنطقه الله يعني رانا نوصلوا الصوت تاعك ورانا جينا لك اليوم ضياف مرحبا بك ويعني شغل كي راك كي راك زعفت معناتها ما نشربوا لا قهوه لا والو ما عنديش ولا القهوه ولا القهوه يعطيها لك ما عنديش ما عنديش والله لا ميل الا والو ما عنديش وقول عندي كيف هذا انا نشرب قاع الجواري تلعب ولا ساعدك شي كولا ولا ما كانش اذا لقيتك في البلاج بالك خلص عليك الله يفتح عليك عمي نعم يعني والله احنا شوف انتم كرم وربي ان شاء الله يعني فيه الخير انتم ضريب ربي يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله والله انا وصلنا لك اليوم ان شاء الله الرساله تاعك شتو الحاجه اللي راهي غايظاتك في هذا الشيء والحاجه اللي راك مأثرة عليك ويعني شغل هزماتك طاقت عليك شتو هي يعني واه انا محقوري قلت لك من هذا العمر هذه اللي كنت نقول لك عليها تاك رانا مضارين بزاف فوق الحساب راك شت بعينك الما راني 6 كيلو متر نجيبو على ظهرينا عطيني قرابه لوليداتي راني قاعد برا انا كراه صار لي العمر تاعي راك شوف بعينك كراه صار لي 8 متر تكفيك بزاف عليا انا وليداتي يعطيني غير قريطون نقول الحمد لله يعني ولاو سنا يعني المنتوج تاع البلوط مليح ها شويه صح كيفاش تعرفوا العام زين مو مليح السنه العام والو العام اللي فات ما كانش السنه مليح لاباس مليح انا لقيت مكسره منه خير ربي والدراري راهم يروحوا يقراوا من فاش راهم يروحوا يقراوا يجيو من النقل يجيو من النقل تاع البلديه هذه يعني وراهم يعرفوا الطريق ونهار النور راهم يجيبوا النتائج مليح خير ربي راهم يقراوا خيرات ولاد راهم يجيبوا النتائج حاجه طفله صغيره الاسم تاعها سعيده سولي سعيده سعيده جابت 9 سعيده جابت 9 في المعهد الله يبارك شوفوا لي سكنوا شوفوا علاش يقراوا ما عندهمش مقبنا نهار النور يروحوا مقبنا وشو مقبنا يعني الضو ما عندهمش ما عندهمش ما راهم يقراوا شمعه شمعه والحلفه كيفاش الحلفه تقديها هاو نقديها وشعلها ويو يو 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 يو. هاو وشعلها ونرقيها بالنار صح ما تخافوش منها من الذيوبه هاو نخافوا ولا نقعدوا كي نديروا طبيعي عشت معاهم تقعد معاهم هو خالقين معاهم يعني ما لقيتهمش كيما نقولوا ما جاوكمش يعني جو جو تيصمتوا عند القيطون هنا يدور منا يبحوا منا ويروحوا معاه حوش عليهم انا ماشي مع الذئاب خالقهم ربي وهم خالقهم ربي هاو ما نحيروش تو يعني احكي لنا شوف يعني في عجل يعني شنو الحاجه تاع مرض تلقيتها وغبنتك يعني كاش نهار تاع مرض ليه مقبول والله لا مقبول مرض مواه فاش دي المواصلات المواصلات حاشا غرفو داب منا فترات ونعرف تطريق لها الخير برك خاطر اصحاب الخير اعزائي المشاهدين نشوفوا معاناه كبيره في بلديه الفايجه رانا نقولوا بالعربي يعني دائما رانا نقولوا باللي كي تروح بلديه الفايجه احنا ماناش يعني ماناش ربما يعني نسلطوا الاضواء هذو الناس البسطاء معليش يعني ربما عندنا الابن اروح شو الابن اروح ولدي اروح امين امين اه سي امين معنا الابن ولو امين خليه يا عمي ربع هنا يقعد بلاصتك صح هيا امين امين شو تخدم امين ما نقدمش لا مريح ما عندناش انا خدمه هنا كانش قرايه حبسنا مقرايه يا هنا ورانا مريح هنا ما عندناش يعني ما حاولتش يعني تدفع ملف يعني هكا يعني لا مازال ما تفعلتش شحال عندك من عام 17 انا عام يعني دائما مازال يعني الامور ايه وكي راك تشوف يعني في الغبينه تاع الاب تاعك يعني ماكش متاثر والله غالب شنو باغي نديرو ما عندناش من بكري كيما هاك هاك رابح يعني الحلم تاع رابح يعني باش يكون يسوي الحلم تاعك يعطونا غير سكنة نتهناو حنا ثاني كيما الناس نسكنو الريح هو يوم نخدمو هاك وهاك ماهيش المهم يعطونا السكنة حنايا ما بغاوش انا بغا بنوش يعني نقولوا يعني راه سيد الوالي الولايه راه يشوف فيك يعني شنو تقول له يعني يهضر معاك نادي وعطونا السكنة بك حنا ثاني كيما العباد كاع سكنة باش تسكنو كراعي انا في ظهرني الخدمة ما نعطيكش نخدم عندي شوية شنو لا انا لبي كاع ما نخدموش يعني نشوفك نشوفك راك متاثر بزاف يعني راهي غا شغل يعني ايه هاكا غايتنا تشوف هاك وهاكا تشوف الناس لاباس عليها منا انا سكنا ساكنين وحنايا قاعدين كيما هاكا تغيضك باينه تغيضك شبحك يعني وما التلفاز تتفرج ولا ما كانش ما عندناش واش نخرجوا ما عندناش كاع الناس كاع عندها طاوة منا طاقه احنا ما عطاوناش يعني تحتاجوا طاقة شمسية يعني؟ ايه ها نحتاج طاقة شمسية انا شو طاقة شمسية نشوفوا باللي الخيمة راهي مقطعة و ايه كيما تصب النوت تفوت مش باغي قال عندنا شوش ندير يعطونا غير سكنة نسكنو ثاني حنايا والريح هو واحد نفسه رسالتي انا نوجهها لك اليوم سيد رئيس بلدية الفايجة واللجنة اللي راهي تخرج للسكنات ودير في تحقيقات على السكنات ماهوش تاع يعني اللي يسكنوا في وسط الفايجة اللي ساكن يعني ولاباس عليه ويستفاد يعني نطلبوا يعني منك اليوم
يعني تكون لجنه، هذو اللي يستاهلوا الريفي، هذو اللي يستاهلوا مجمعات سكنيه، تقعدوا تسكنوا في البلاد، يعني يكون يعطيكم يعني في ايه يكون يعطونا هاي بلادنا، علاش ما نسكنوش في الفيجا؟ نسكن في الفيجا نورمال. ايه بلادنا مكرين نسكن. رئيس المجلس الشعبي لبلدة الفيجا، نقول لك يعني هذه هي الشريحة اللي تستاهل، وجزاك يعني ربي يجازيك عليهم، هذو هما هذو يعني ترك مسؤول، هذو راهم قدموا يعني حتى ربما نقول لك ربما فوطوا عليك، ربما زكاوكم، ربما يعني كانوا شايفين فيكم الأمل، ما تسمحوش فيهم. هذو مدافعين ملف تاع سكن، راه مدافعين في ملف تاع سكن. هذا الشاب راه عنده يعني في 17 عام حلم نتاعو انه ساكن، راه متاثر يعني نفسيا مريض. احنا ان شاء الله يعني فاني كذلك يعني يروح يشوف يعني الحاله اللي راه يعني فيها تاع رجلو هذه. رسالتنا يعني زيد كش ما تقول الكلمه الاخيره يعني. نطلبوا احنا من الرئيس اللي يعطونا السكنه، يعني احنا نريحوا كيما هاي نسكنوا ثاني، احنا يشوفوا كيما يشوفوا ولادو يشوفنا احنايا يعني. ان شاء الله فيها خير يعني، راكم تسمعوا غير خير على الوالي، شو تسمعوا ليه؟ سمعنا ليه غير الخير عليه ان شاء الله، وكما هدروا عليه باللي زين وان شاء الله يعطينا احنا ثاني سوء. هذا هو الحلم يعني تاع عمي رابح والابن الكريم. ان شاء الله يعني والله جينا ربما يعني ببساطه عايشين، ويعني كاين ناس اكثر من عمي رابح محتاجين يعني ساكن. احنا ماناش جايين يعني نديروا في برنامج سكني ولا نديروا في برنامج يعني خي، احنا رانا جايين نسلطوا الاضواء على هذه العائله او العائلات البسيطه اللي يعني يعني عايشه يعني في أسوأ حال، يعني ما نقولوش ساكن ولا نقولوا كوخ ولا نقولوا، والله يعني اخوتي راه الباش مقطع عليهم. هذه حالة نادرة، راني نشوف يعني في بعض المناطق زرتهم، ولكن في بلدية الفايجة راني نشوف باللي كوارث عظمى، يعني كنت نشوف القش تاعو يعني وتشوف كيفاش راهم عايشين. هذه سعيدة بنتي، سعيدة سيد حوسي. السكنة زيدي سعيدة قولي، عندك كرطاف شباب؟ لا ما عندكش كرطاف؟ وعندك شا خاصك سات سات حوشي لكن حوشي السكنة وكارطاب زيت أقلام أقلام كتب الكبار والصغار ربما يعني ما استفادوش راهم ما استفادوش من المنحة دوك نسقسو استفدت من المنحة تاع 500 ما عطاوها لكم ما عطاوها ليش لا لا منحة تاع تظلم ما عطاوها لكش لا تعطوها لا ما عطاوها ليش لا ما عطاوليش خي ما نكذبش راه ما استفادش حتى من منحه تاع التضامن يعني منحه تاع 500000 راه ما استفادش منها يعني لا. شوف بنت هذه سعاد تحوش على كرطاب واقلام، شكون يشري لك شكون يشري لك القش؟ اصحاب الخير اصحاب الخير بقى. لا معليش عمي خليها هي تهضر، شكون يشري لك القش؟ اصحاب الخير اصحاب الخير صح يعني شنو تقولي لهم؟ زيدي قلتي لي خاصني كرطاب وخاصني الاقلام وخاصنا لبسه لبسه لباس استاذ حوشي تلبس سي فيتمون نشرو لك ان شاء الله فيها خير ان شاء الله سوا وبصح ما قلتيليش النتيجه شحال جبتي المعدل 9 فاصل وتقرا يعلم تقرا على الشمعه 9.45 تما هي الاولى ما شاء الله ما شاء ربي يحفظك ان شاء الله سعاد وان شاء الله يعني ان شاء الله تفرحي سعاد راني نجي نزورك صاي نجي نزور بنتي صاي سعاد تيلا يا هاوينا قولي شو كلمه راه وين السيد الوالي يشوفك شنو تقول له؟ راه يخزر لك الكاميرا قولي الله ينورك وعطينا سكنة ولباس وكارطاب وقش وفيش ترقدي كون نجيبو لك فيش ترقدي فريش فريش يلا ما عندكش الفريش كاش أعزائي المشاهدين هذه بنت راهي تناشد فيكم تحتاج يعني مثل محفظة مليحة تحتاج أقلام تحتاج كراريس تحتاج ربما طاولة صغيرة يعني وين تحط فيها كراريسها وأموراتها راكم تشوفوا قلنا لكم دائما العائلات رانا نسلطوا الضوء عليهم معليش يعني سعاد بنتنا إن شاء الله يعني أهل الخير ما يبخلوش علينا إن شاء الله هذه هي العائلة البسيطة في الجزائر رانا نروحوا وراء عندكم رقم الهاتف يعني دائما رانا نسلطوا الأضواء على هذه الفئة يعني في 2024 راه الناس يعني راه الناس راها تبكي شاكم تفطروا شاكم تاكلوا عمي انا الخبز برك الخبز مع الماء والقهوه هذو راهم ياكلوا هذو راهم ياكلوا الخبز والقهوه برك يعني سعاد هيا خبريني انا قلت بنتي سعاد استفطرتي لي سعاد القهوه كليتي القهوه كسرى والبارح شاد عشيتي البارح
شنو تعرف؟ بطاطا. بطاطا وكسرة. بطاطا طيبتوها في الماء ودرتوها الخل. ان شاء الله يعني فيها خير. نعرفوا باللي الصوت ان شاء الله تاع عمي رابح والبنت سهاد يوصل للرأي العام ان شاء الله، يوصل اهل الخير المحسنين. الخيمة ثاني عمي رابح يعني راه مغموم في هذه الخيمة، والله ايش نقول لك، ان شاء الله يعني رئيس البلدية جاء ربما يعني يسمع هذا النداء. عمي رابح رانا نزورك ان شاء الله بإذن الله. ربي يحفظك. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.